زلنا مع موسى بن احمد رضي الله تعالى عنه ورحمه. قال ما زلنا مع موسى بن عباس رضي الله عنهما سمعت فاطمه بنت حسين بن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تديموا الى المجذومين النظر. نعم، يديم النظر الى المجذومين. حديث اسناده ضعيف، وخرج ابن ابي شيبه وابن ماجه، واخرج البخاري في التاريخ الكبير، والبهاق واخرج الطبراني، والحديث ضعيف وقد تقدم. وقلنا لا تديم النظر الى المجذومين. الحق انه الانسان نظر فوجد رجلا فيه شيء من العيب، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجد النبي صلى الله عليه وسلم شاكرا لربه لذلك فعله. ونظر الى المجذومين ايضا ان يحمد الله على النعمه التي هو فيها. وايضا فيها مساله العدوى، تمسك بها من قال بالعدوى. والصحيح انه لا عدوى، لان السلام نفى العدوى كليه حين قال لا عدوى ولا طير، لا عدوى ولا طير. وقد اخذ سلمان الفارسي بسند صحيح، اخذ بيد مجزوم ثم قال كل يعني توكلا على الله وايمانا وايمان به. وقيل عائشه ايضا اخر مع مجزوم، مع ان سلمان قال فر من المجزوم في الوركه من الاسد. هذا اسمه حسم ماده وسد ذريعه حتى لا يدخل في قلبك مساله العدوى التي كان يعتقدها اهل الجاهليه. قال عن ابن عباس انه قال وددت ان الناس غضوا من الثلث الى الربع في الوصيه، لان النبي قال صلى الله عليه وسلم الثلث كثير او قال كبير. نعم، هذا اسناد صحيح على شرط الشيخين هشام بن عروه والزبير واخرجه ابن ابي شيبه ومسلم وابن ماجه والطبراني والبيهقي من طريق وكيع. وهنا ابن عباس يجتهد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فوجد ان هناك تحرج في الوصيه بالثلث وان كانت جائزه، فعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انها اشاره ان الافضل منه ها الاقل. قال لو غض الناس الى الربع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كثير. وايضا في اشاره اخرى في الحديث على ذلك، وش هي؟ مش حافظينها؟ طيب عشان ما فيش وقت للعب اللي احنا فيه ده. وان تذر ورثتك اغنياء، الثلث كثير، الربع هيسالهم اغنياء، يبقى هيحقق العله مش هيحققها. فلذلك وجد ابن عباس ان من السنه والمستحب التقليل في الوصيه من الثلث، وتحقيق ذلك ان تذر ورثتك اغنياء. فهذه مستنبطه البحث عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعربية الصحابة صليق، هم الذين الراوي أعلم بما روى. سد الذرائع قاعدة من قواعد الإسلام العظيمة. شكر الله على النعمة أن ترى النواقص في غيرك فتحمد الله عليك. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.